مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم حلقة جديدة من برنامجنا ملفات. حلقة النهاردة يوم الأحد من البرنامج هنسلط فيها الضوء على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الشباب للقيادة في إطار اهتمام مصر بخلق قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل لواء القيادة في كافة المناحي السياسية والإدارية والمجتمعية، بتكون ذات وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل للي بيواجهه الوطن من تحديات وفرص. وعلشان كده كان هذا القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب الشباب من خلال البرامج الرئاسية اللي تعمل الأكاديمية على ضخ كفاءات شبابية في شرايين القطاع الحكومي وغيره من القطاعات اللي بتسهم في بناء ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة. بيمتد تأثير البرامج الرئاسية لدعم قيادات وكفاءات البلدان العربية والإفريقية الشقيقة دور كبير بتقوم به الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب لإيجاد مساحة واسعة لهؤلاء الشباب من أجل الدخول في هذه القطاعات لمزيد من التطوير للأداء الحكومي. الحقيقة دي كانت رغبة كبيرة يعني نادى بيها الجميع على مدار سنوات عديدة بتتحقق على الأرض اليوم، وبنشاهد خريجي لهذه الدفعات بيعملوا فارق في الأداء داخل المنظومة الحكومية. الأستاذ الدكتور محمد صلاح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وعميد مركز التدريب بأكاديمية استادات، ضفنا النهاردة في برنامج ملفات للحديث عن الأكاديمية. مرحب بحضرتك معنا. اسمح لحضرتك نخرج لفاصل ونبدأ كلامنا بعد هذا الفصل. الثقة المطلقة في قدرات شباب مصر ليست نبوءات أو إرهاصات تقبل الشك أو التأويل، وإنما هي ثقة بنيت من لبنة التجربة والمعايشة لهم. الميزة اللي احنا بنتكلم لما نجيب كل الشباب يتكلم، عايزين نضع أسس للتعامل فيما بيننا تبقى مبنية على الموضوعية والمنطق والعلم. نتخيل هذا القدر من الاهتمام، ما كناش نتخيل هذا القدر من التفاعل. بشعر بالفخر ان انا موجود مع حضرتك وبتحدث طبعا في وجود حشد كبير من النخبة المصرية. مشاهدينا الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة تانية. دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تدريب وتأهيل الشباب وإعدادهم لأن يكونوا قادة في المستقبل، لإعدادهم لكيفية تطوير المنظومة الحكومية لإلحاق هؤلاء الشباب بالقطاعات المختلفة، أمر هام وضروري بيتحقق النهاردة على الأرض من خلال هذه الأكاديمية. ضخ مجموعة كبيرة من الشباب، الحقيقة بنشوفهم دايما في كل الأماكن والمؤسسات، بنفخر ان احنا عندنا شباب واعي وعندنا كيان زي كيان الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب. برحب مرة ثانية بحضرتك دكتور محمد. وخليني زي ما يمكن انا بدأت في البداية، احنا كان عندنا حلم طويل قوي طول عمرنا يعني، واحنا لا فين الشباب وفين ولما نشوف في دول أجنبية شاب ومؤهل ان هو يعني يتقلد اماكن مهمة داخل الدولة، كنا بنقول ايه ده، احنا صحيح احنا فين وده فين، وان الشباب تقعد طاقة مهدرة سنوات اللي هي اساسا سنوات العمل وهو مش بيأدي دور يخدم فيه بلده، ده كان الحقيقة من الامور الصعبة جدا. النهاردة الوضع اختلف، احنا بنشوف من خلال الأكاديمية من خلال مؤتمرات الشباب، الحقيقة منذ بداية التولي الرئيس وهو حريص على فكرة الشباب. والله حقيقة يعني المقدمة في الحقيقة مقدمة في غاية الأهمية، فكر الشباب واهتمام بالشباب وتضمينهم في ملفات الحيوية للدولة وإدماجهم في الجهاز الإداري وكل المستويات الإدارية والتنظيمية جوه الجهاز الإداري للدولة، ده فكر فيه قناعة عالية جدا عند سيادة الرئيس والقيادة السياسية. يمكن حقيقة المظاهر دي مظاهر مش مجرد كلام أو شعارات، لا زي حضرتك تفضلت وقلتي الرئيس بدأ بمؤتمرات شباب كل 3 شهور
وده في الحقيقة ما فيش في المنطقة ولا في العالم كله منصة حوارية زي مؤتمرات الشباب. صحيح. اللي كانت منتظمة كل 3 شهور، يبقى حوار مفتوح بين كل فئات المجتمع من الشباب المختلف أطيافه وفكره وثقافته ومعتقداته والقيادة السياسية بالشكل ده. صحيح. مع نجاح فكرة مؤتمرات الشباب ظهرت فكرة منتدى الشباب العالم. منتدى الشباب العالم النهارده بصراحه بقت يعني منصه حواريه عالميه بتلفت انتباه وانظار كل شباب العالم. صحيح. ولكن تتخيلي ان مثلا المنتدى الاخير كان مشارك فيه حوالي 7200 شاب. صحيح. من 183 دوله. فتخيل بقى 183 دوله موجودين في شرم الشيخ في مكان واحد وفي وقت واحد. صحيح. عايز اقول لحضرتك مثلا اللي كان مسجل على الصفحه بتاع المنتدى ساعتها تجاوز 1,000,000 شاب. صحيح. حول العالم. فدي في الحقيقه فكره كانت فكره الحقيقه عشان كمان الناس تبقى معانا ان هذا المنتدى سواء منتدى شباب العالم او المؤتمرات الشبابيه، لان في البدايه طبعا وجهه هم اللي بيروحوا فئه معينه، الحقيقه ده ما كانش موجود على. صحيح. ارض الواقع، وخاصه للي بيحضر المنتدى او المؤتمر هو بيشوف. صحيح. ان الموجودين شباب عاديين جدا. صحيح. هم مجرد ان هم سجلوا اسمائهم. وعايز اقول لكم ان احنا داخل حتى المنتدى اللي حضرتك بتتحدث عنه لما كنا بنقابل الشباب اللي جايين من بره. صحيح. فكنا نسال هو انتوا عملتوا ايه عشان تيجوا، يعني الفضول الاعلامي بتاعنا. نعم. بيقول ما فيش، احنا بندخل بنسجل على الصفحه. واللي كان عاجبهم قوي قوي ان تم الرد عليهم بعدها بساعه. طبعا يعني الردود سريعه جدا والدعوات سريعه جدا والتواصل سريع جدا، فما فيش اي قيود. صحيح. ولا اي ضوابط. المؤتمرات دي في الحقيقه عملت حاله من الرواد والفكر، وعلت سقف طموح شبابنا. صحيح. وخلت شبابنا عنده امل النهارده، الشباب لما يشوف زملائه النهارده تقلدوا مناصب قياديه رفيعه ما كانش حد فعلا يحلم بها من سنوات قريبه. صحيح. ده بيفجر الطاقه داخل كل الشباب، ويخلي كل شاب عنده امل في بكره وعنده حلم يحقق طموحه. بس ناوي يشتغل على نفسه يا دكتور. نعم. يعني ما عادش فكره ال. صحيح. هرجع لسيادتك بقى، واحنا في مؤتمر اسماعيليه في يناير 2017 طرح فكره من احدى الشباب الموجود في المؤتمر ان هو يبقى عندنا اكاديميه وطنيه. صحيح. عرض فكرتها في المنتدى، في خلال 5-6 شهور صدر قرار بالفعل في سبتمبر 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. صح. في الحقيقة الأكاديمية نشأت عشان تأدي دور ريادي مختلف، عشان تعمل مخزون استراتيجي من الشباب والقادة في المجتمع. ودي في الحقيقة بأمانة أن يمكن قيادات كبيرة تدرك معنى كلامي ده أقوله بشكل كبير. لما جينا في 2014 و2015 نفكر يبقى عندنا نواب محافظين ووزراء ونبدا نعد صف ثاني وثالث، كان عندنا ازمه كبيره في الدوله. ده مش فيش شباب جاهز فعلا. ده حقيقي. يمكن على كل الاجهزه والمستويات المختلفه لما جينا ندور فعلا على شباب مؤهل يبقى قاده وصف ثاني وثالث ما لقيناش الشباب زي النهارده. انت عندك مخزون استراتيجي قوي جدا. صح. من هنا كانت الفكره العبقريه والقناعه العاليه جدا عند السياده الرئيس بانشاء اكاديميه وطنيه. صدر قرار الانشاء، وبعدها بكام شهر 8 شهور تقريبا في شهر 6 2018 تم تشكيل مجلس امناء الاكاديميه الوطنيه برئاسه فخامه السيد الرئيس. صحيح. وفخامه السيد الرئيس يبقى موجود على راس مجلس امناء، دي رساله ان هو ده المكان ده ذو اهميه. صحيح. يا فندم. صحيح. تمام. وحط فيه كل القيادات اللي تقدر تضمن دعم الاكاديميه ونجاح فكرها. الاكاديميه النهارده في الحقيقه بقى عندها تقريبا وصلنا ل 85 برنامج تدريب متنوع. عندنا برامج موجهه للمؤسسات. للاكاديميه فرصه ان احنا نتكلم شويه، مش مجرد مكان بيدي دورات تدريبيه. صحيح. لا، ده الاكاديميه فيها شغل تدريبي، شغل استشاره لاجهزه الدوله، شغل يعمل بحوث مجتمعيه، يبقى حاضنه قويه لافكار المجتمع، وفي نفس الوقت تقدر تعمل رصد لمشاكل المجتمع وتقدم لها حلول. وده اللي بيحصل النهارده. صحيح. يمكن لما نتكلم يعني اذا كان في وقت. طبعا. لا احنا النهارده هنتكلم عن دور وما تقدمه الاكاديميه. الكلام ده كان واضح قوي سيادتك في برنامج نواب المحافظين الاخير. كان في عدد من يعني لو بدنا نتكلم هيظهر الكلام الفكر ده واضح جدا 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 ان الاكاديميه بتحاول تعمل تكسير للواقع للمشاكل الموجوده وتقدم لها طروحات وحلول من خلال حلول ابتكاريه مصطنعه جديده. تمام. فعايز اقول لسيادتك ان في برامج مقدمه للمؤسسات، في برامج في الاكاديميه مؤسسات مقدمه للافراد، في برامج دوليه، وفي برامج كمان للقاده. يمكن اشهرهم قوي البرنامج الرئاسي للقياده اللي هو البي ال بي. والاشهر ايضا النهارده البرنامج الرئاسي التنفيذي الاكزيكتيف بي ال بي او الاي بي ال بي والافريكان بي ال بي. دول يمكن النهارده هم الاكثر شيوعا شويه
وطبعا في المسؤول الحكومي المحترف النهارده برنامج قوي جدا 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 دخل عدد كبير جدا من المحافظات ووصل تقريبا بنحاول ننفذ النهارده وصلنا حوالي 20 محافظه. ده في الحقيقه كله بياتي في اطار دور ريادي هادف وواضح وملموس للاكاديميه الوطنيه. هدفنا في الاخر ايه؟ ان احنا نعد قاده، يبقى عندنا مخزون استراتيجي قوي جدا من شبابنا، ناهل صف ثاني وصف ثالث وصف 10، نقدر بعد شويه يبقى عندنا وزير ومحافظ 30 و35 و40 سنه. أكيد. واعتقد ده في الحقيقه مش مجرد دور بسيط للاكاديميه، لما نبص النهارده في كل اجهزه الدوله لا بدا فعلا يبقى عندنا صف ثاني وثالث، وده شيء كنا بنطلع عليه من سنوات طويله. صحيح. خلينا هكمل كلامنا عن الاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب، بس نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP والتابع لرئاسة الجمهورية يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي واختيار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر. لماذا تنضم إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP؟ لكي تكون شابا قائدا تتاح لك مسارات وبدائل أكثر نحو المستقبل، بحيث يتوفر لك فرصا أكبر لشغل وظائف قيادية أو تنفيذية في الدولة، كما تعظم فرص انضمامك إلى عالم رواد الأعمال. شروط التسجيل: أن تكون مصري الجنسية، الحصول على مؤهل جامعي أو فوق المتوسط، ألا يزيد السن عن 30 عاما، حسن السير والسلوك، عدم سبق الاتهام في جرائم مخلة بالشرف. يهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP بإنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة على العمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة، من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وقادرة على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية. يحصل الشاب أو الشابة المتخرج من البرنامج على شهادة أكاديمية احترافية بعد اجتيازه المراحل المختلفة للبرنامج، والتي تتضمن 3 محاور رئيسية: علوم سياسية واستراتيجية، علوم إدارية وفن قيادة، علوم اجتماعية وإنسانية. ويتخلل ذلك أنشطة رياضية وثقافية وفنية. يطبق البرنامج نموذجا تعليميا مبني على مفهوم اكتساب الخبرات، حيث يتلقى الدارسون المادة العلمية في صورة محاضرات نظرية، يليها تطبيق عملي مباشر على أرض الواقع من خلال تطبيق المحاكاة للنماذج المختلفة. يلتقي الدارسون خلال فترة البرنامج بعدد من رموز الفكر والثقافة لإثراء القاعدة المعرفية لديهم. لمعرفة تفاصيل أكثر عن البرنامج برجاء زيارة موقعنا www.plp.eg. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP عبارة عن كيان مستقل تابع لرئاسة الجمهورية، ويدار من خلال إدارة متخصصة محترفة، ويتعاون في تنفيذه عدد من هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني بمبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP بقوة شبابها تحيا مصر. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة دكتور محمد يعني خلينا نركز على البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. يمكن احنا عرضنا على السادة المشاهدين شروط او ايه المفروض الشروط اللي بتتوافر، سنتكلم بقى مزيد من التفاصيل. والله اسمح لي في الاول في الحقيقة اشكر الاعداد على التقرير الجميل المحترم الموجز ده. هو في حال العرض كان بيتكلم عن البرنامج الرئاسي اللي هو العادي اللي هو للشباب، اللي هو مش الاكزيكتيف PLP. ده حاجه وده حاجه. تمام. البرنامج الرئاسي العادي اللي هو PLP بيستهدف الشريحه السنيه ما بين 20 و30 سنه. تمام. وده في الحقيقه خرجنا الحمد لله 3 دفعات، تقريبا كل دفعه حوالي 500 متدرب، وبنجهز للدفعه الرابعه ان شاء الله.
أما البرنامج الرئاسي التنفيذي بقى ده موضوع تاني في الحقيقة. ده كان فكرته العبقرية أن احنا عايزين نعمل دفع للجهاز إداري الدولة. دفع للجهاز إداري الدولة أن أنا زي ما اهتميت بالصف الأول الشباب الصغير بتاعت 30 سنة، فعايز كمان أدخل على الفئة الشريحة الوسطى في الجهاز إداري الدولة. فبدأ البرنامج ده يبقى شروطه أنه يكون الملتحق يتراوح سنه بين 30-45 سنة. تمام. فده الشرط الأول. ولازم يكون مؤهل عالي. ولازم في الحقيقة يكون واخد تويفل من الإيميديست انترناشونال. أوكي. ليه موضوع تويفل في الحقيقة؟ لأن طبيعة البرنامج ده قوي، ده بيعد قادة على مستوى عالي جدا جدا جدا، وقد يستلزم السفر وزيارة دول أجنبية ونقل خبرات أجنبية وعمل أبحاث، فلازم يبقى عنده مستوى اللغة عند من ينطلق بهذا البرنامج يبقى عالي جدا. طبعا بالإضافة للشروط التانية اللي هي حسن السير والسلوك والسمع والكلام ده، لكن الشروط الأساسية من الشريحة السنية من 30-45 والطيف الانترناشونال. في الحقيقة اللي بلتحق بالبرنامج ده بيمر بمجموعة من المراحل، هم أربع مراحل في الحقيقة. بنبدأ الأول نعمل اختبار لغة عربية، اللي بيجتاز اختبار لغة عربية بيخش باختبار تاني في الثقافة العامة. اللي بيجتاز المرحلة دي بيدخل المرحلة الثالثة اختبار سمات. سمات بتستهدف تقييم الشخصية بشكل شمولي، بحيث شخصيته وفكره وقدرته على ضبط النفس والتحليل وغيره وغيره. بيدخل في الآخر في حال اللي بيجتاز المرحلة الثالثة دي بيوصل للمقابلة الشخصية. المقابلة الشخصية في الحقيقة بتكون مقابلة من لجان مشكلة بيحضر فيها قادة المجتمع، سواء وزراء أو محافظين، شارك فيها سيادة النائب العام، العديد من الوزراء، الشخصيات العامة، رؤساء جامعات، رؤساء هيئات قضائية. بتبقى اللي بتشكل لجنة من خلال فريق الأكاديمية الوطنية بقيادة الدكتورة رشا راغب مدير التنفيذ للأكاديمية، وفريق محترم جدا جدا بيمارس هذه الأعمال باحترافية عالية جدا. اللي بيجتاز مبلغ شخصية بقى بيبقى موضوع تاني، بتتكلمي بقى بتقيم الشخصية من عند مظهرها لحد سلوكها لحد خبراتها طموحه قدرته على الإبداع والتحليل، المهارات التحلية والابتكارية، إن يقدر يتصرف يدير أزمة، إن تشوفي مثلا سيادتك التعامل مع الأزمات شكله إيه بشكل عام، يقدر يدير فريق العمل، قصص النجاح اللي شافها في حياته أو اللي شارك فيها. فبتشوف بتقيمي شخصية متكاملة بتظهر قوي 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 في المقابلة الشخصية. عايز أقول لسيادتك إن الدفعة الأخيرة مثلا لسه كان بنجهز لها من حوالي شهر. تمام. التحق بالبرنامج ده اللي كان مستوفي الشروط حوالي 8000 واحد، اللي وصلوا المقابلة الشخصية حوالي 700. وطبعا على فكره ده عدد كويس جدا، وكويس جدا النهارده يبقى عندك 800 واحد، 8000 واحد مستوفين الشروط دي في باتش 3 في البي الاكزيكتيف في ال بي. ده شيء كويس جدا جدا، وما زال في فئات كبيره جدا وعدد كبير جدا من الشباب بيقابلونا كل يوم، اللي بيبقى ناقصه مثلا اللغه بيحاول يظبطها، لكذا لكذا بيحاول يستوفي الشروط. لكن ده برنامج في حياه برنامج مهم جدا. ليه؟ لان النهارده انا اتكلم عن شريحه 45 سنه، فانا بتكلم عن مديرين عموم، ناس داخله على مدير عام وداخله على وكيل وزاره. صحيح. فلما تقلي تاهيل القيادات دي فانت بتحطي مفرخه او قياده او مدرسه كامله في كل مؤسسه حكوميه. صحيح. فلما يبقى عندك داخل كل وزاره 5-6-10-20-30-40-50 واحد متخرجين من البرنامج الرئاسي التنفيذي، دول في الحقيقه قاطره تنميه حقيقيه، ويقدروا يخلقوا اجيال مؤمنه بالابتكار والتجديد والتعلم المستمر داخل كياناتهم. فده بالتالي بيبقى له مردود قوي جدا جدا. عايز اقول حاجه، كانوا بيقدم فيها وكلاء وزراء حاليين وناس موجودين في مصالح حكوميه، اجهزه سياديه محترمه جدا جدا جدا. يعني هذا البرنامج اللي تاهيل التنفيذيين للقياده من الموظفين العاملين في الدوله، ده شرط رئيسي في الحقيقه. هي فكرته في الحقيقه ان انا عايز اعمل دفعه قويه للجهاز الاداري للدوله في الشريحه السنيه من 30-45. طب سيادتك بقى تعالى نتكلم، بيدرسوا ايه؟ اولا الدراسه التدريب بيستمر لمده 9 شهور، ودي مدة قوية جدا جدا جدا. بتتكلمي عن قامات مستوفية حد أدنى عالي جدا جدا جدا، عندها قدرات أن تتلقى وتتدرب بشكل كبير، لأنه هو مش مستوفي المقومات ما كانش يتقبل أساسا. كل مخطر عبالك من التسويق للاقتصاد للمالية العامة للأمن القومي المصري لرؤية مصر 2030، إزاي يدير المشروعات، كل التحديات والإنجازات اللي بتتم داخل الدولة المصرية بيعيشها بتفاصيلها على أرض الواقع. بيعمل نموذج محاكاة لمجلس الوزراء، فبيعيش كل تفاصيل الدولة، وبالتالي بيتخرج من البرنامج في الحقيقة عنده كمية من المعلومات والخبرات والاحتكاكات القوية جدا جدا جدا. لما بيجي على أرض الواقع لو نفذ 20-30% من هذه المهارات اللي اكتسبها يقدر يعمل نقلة نوعية كبيرة جدا، وده في الحال احنا شفناه على أرض الواقع.
طيب اسمح لي نخرج لفاصل ونرجع مرة تانية لحضرتك. شرف. أنا راجل من البحيرة، أنا راجل يعني من الفلاحين، مش متعلم بره أو غيره يعني. دايماً كان عندي نفس تفكير الشباب، هو أنا هفضل كده طول حياتي؟ هو أنا هقدر أعمل حاجة؟ أنا اسمي كريم شاهين. سارة محمد مأمون. أنا اشتغلت في القطاع الخاص أول ما اتخرجت. اشتغلت في مجال السياحة. اشتغل من الفجر لحد بالليل. كنت حامل في طفلي الأولاني، عملت شيفت كارير مباشرة. خدت ماجستير في معالجة الماء الجوفية. أنت خلاص مش هتعرفي تكملي، ما تقوحيش. كلمة مش هتعرف ديت، وأنا لسه بقول لحضرتك أنا عايز. مصر دولة شابة، بس تحس إن الجيل الكبير عنده مشكلة مع الشباب. هي مشكلة غياب التمكين وعدم الترابط بين الحلم وأرض الواقع. عايز توصل لحاجة، عايز أتعلم. كنت في أواخر فترة حملي، سمعت عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. بتتكلم على ناس من كل حتة في مصر، أغنى حد وأفقر حد، أكتر حد متعلم وأكتر حد مش متعلم. جالي إيميل بيبلغني أنت اتقبلتي في البرنامج الرئاسي. وعارف بقى إحساس إنه الدولة بتدور عليك. نقط قوة ما كانتش موجودة فيا، أنا بقيت أوجدها في نفسي، والبرنامج أثقل فيا النقط دي. مفيش حد بيتعلم سياسة مع اقتصاد مع إعلام مع أمن قومي مع ماركتينج مع HR مع تشينج مانجمنت، لأن هو خد باكج مش موجودة أصلا. كنت بضطر ساعات إن أنا أخد ابني معايا وشايلة على الناحية التانية الكمبيوتر بتاعي، بخلص عليه المشروعات وابني على كتفي. باك جراوندز مختلفة جدا، طموحات مختلفة. أول مرة الدولة بتدعمك بصورة كاملة على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى المهني، بتقول لك لو أنت عايز تتدرب فأنا بوفر لك تدريبات في مختلف المجالات. كانت تجربة غير مسبوقة. أول مرة تحصل في مصر إن شباب يتكلم زي ما هو عايز قدام حكومة وقدام رئيس جمهورية. كان أي شاب بيقول كل اللي نفسه فيه، أو إن أنا أبقى في يعني لقاء مباشر مع المسؤولين في الدولة ومع قيادات. أنا يوسينا ثروت، بشتغل في واحدة من الـ NGOs الخاصة بتدريب وتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة. شاركت في منتدى شباب العالم 2018 وجات لي الفرصة عشان أسأل الرئيس حول قانون رقم 70 لسنة 2017. بعد الجلسة بنص ساعة أصدر الرئيس قرار بتحويل القانون مرة تانية لمجلس النواب علشان يتم تعديله. قد إيه كنت فرحانة وفخورة أني بشوف القانون قدامي بيخرج من مجلس النواب لوزارة التضامن الاجتماعي علشان يتعمل عليه حوارات مجتمعية. بعد كده شاركت أنا وزمايلي المتخصصين في تنظيم حوار شبابي خاص بالشباب لتعديل القانون تحت رعاية الـ NTA، وخرجنا منه بـ 15 توصية جديدة، لدرجة أن المسؤولين في الوزارة قالوا أن هم ما كانوش متوقعين أبداً أن يخرج 15 توصية جديدة من حوار شبابي. كان أول مرة يحصل مناقشة حقيقية، مشاكل الشباب كلها واحدة، دي اللي في مصر، زي اللي في إنجلترا، زي اللي في جنوب أفريقيا، زي اللي في أستراليا، زي اللي في أمريكا. لما جربنا المؤتمر لا، احنا عايزين ننتشر، عايز تنقل خبرات، عايز تعلم وتتعلم، احنا عايزين نعمل أكاديمية وطنية للتأهيل والتدريب. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة علشان كمان التقرير اللي معمول والرائع ده، احنا كمان يا دكتور محمد يمكن من الحاجات المهمة قوي في اللي حصلت في مؤتمرات الشباب، ان الشباب في نفس المكان اللي هم موجودين فيه بيلاقوا رئيس الوزراء معدي والوزراء معديين ويقفوا ويتكلم. صحيح. يعني فكرة ان احنا كنا بنشوف موكب رئيس مجلس الوزراء او موكب وزير ماشي ده كبير، وان احنا كنا نشوفه في الشارع. صحيح. يعني فالنهاردة الشباب لما بتبقى متواجدة في هذا المكان وبتتكلم بأريحية شديدة وشايفة معدي هنا وممكن توقفوا وتكلموا، الحقيقة كمان يعني الوزراء والحكومة عندهم يعني هذا التفاعل. أنا عايز أقول لحضرتك إن النموذج ده مش موجود تقريبا في المنطقة ولا في العالم كله. لا ده فعلا دي كان حاجة جديدة ومبهرة بحقيقة. التجانس ونقل الخبرات، وأعتقد والاستماع للآراء وعدم التسفيه. يعني إحنا كنا دايما يقول لك الشباب لا متهور، لا طايش، لا مندفع، فلا إحنا لقينا إن الشباب على قدر المسؤولية. لا، والبلد مليانة شباب محترم وشباب وطني وشباب مدرك التحديات اللي الدولة بتعيش فيها. صحيح. ومدرك ومقدر حجم الإنجازات الموجودة،
وبرضه بلدنا مليانه بشباب كتير جدا مدرك ان هو ما يقدرش حد ياثر عليه ولا يقدر حد يجره ضد بلدنا. بلدنا ماشيه بتتبني وبتتبني بشكل صح قوي قوي قوي. كتير من شبابنا المحترم مدرك هذا الجهد واعتقد دعم للدوله بكل ما يملك. خلينا نتكلم شويه دكتور محمد عن برنامج المسؤول الحكومي المحترف، بما اننا يعني اتكلمنا عن احنا بنعاني والحقيقه والسيد الرئيس من يوم يعني ما تولى امر البلاد وهو بيتحدث عن فكره الترهل داخل الجهاز الاداري والدولاب العمل والبيروقراطيه، حاجات كتير بقى عندنا مشاكل الحقيقه تركه ثقيله. عايز اقول لسيادتك ان الملف ده بيشغل القياده السياسيه بشكل كبير والدوله المصريه مهتمه بيه جدا وحطوا تايتل كبير قوي كده اسمه اصلاح الاداري للدوله. صحيح. اصلاح الاداري للدوله له محاور كتيره منها مكافحه الفساد واصلاح العلاقه ما بين المواطن واجهزه الدوله واصلاح هيكلي واصلاح مؤسسي. في هذا الاطار بياتي برنامج المسؤول الحكومي المحترف. ايه فكره البرنامج ده ببساطه وايه شروطه؟ عشان اقدر التحق بالبرنامج المسؤول الحكومي المحترف نمره واحد لازم اكون شغال في الجهاز الاداري للدوله. صحيح. يعني ايه جهاز اداري للدوله؟ يعني اكون شغال في الوزارات او المديريات تبع الوزارات، في الاداره المحليه سواء المحافظه او الوحده المحليه الوحدات المحليه التابعه ليها، او في قطاع الاعمال العام، او اي وحده منشاه تملك فيها الدوله اكثر من 50% اللي احنا بنسميه اختصارا كده الجهاز الاداري. الجهاز الاداري. الشرط الثاني ايه؟ ان لازم يكون سنه برضه ما يزيدش على 45 سنه. بس هنا البرنامج ده في شرط اضافي مهم جدا 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 وده بقى هو لب البرنامج في الحقيقه. ان اللي يلتحق بالبرنامج ده لازم يكون شغال في وظيفه طبيعتها بيتعامل مع الجمهور. لان ده في الحقيقه زي ما قلت سيادتك في رؤيه مصر 2030 وفي الاصلاح الاداري للدوله في محور مهم جدا جدا اللي هو اصلاح العلاقه ما بين المواطن والموظف. احنا عايزين نعمل دفعه قويه في اطار تحسين العلاقه ما بين المواطن والموظف. وده في الحقيقه بياتي منسجم ومتجانس مع اللي قلته لسيادتك ان الاكاديميه الوطنيه مش مجرد مركز تدريب لكن هي بتقوم بعمل ابحاث ميدانيه بتقدم استشارات للجهاز الاداري للدوله فلما بيشوف مشكله بتحاول تطرح لها الحلول. احنا دايما عندنا دي نقطه مهمه جدا. نعم. دكتور محمد، لان الحقيقه انا شخصيا دايما اقول ان الموظف الصغير او اصغر موظف داخل المؤسسه قد يفسد عمل وزير. طبعا يا فندم. يعني لان هو الاكثر تفاعل، هو اللي ممكن يجي له المواطن عشان ينفذ له او يعني يحصل على هذه الخدمه يعني زي ما احنا ابسط حاجه فوت علينا بكره. نعم. فبيمشي المواطن ناقم على الدوله كلها. صحيح. على الجهاز الاداري للدوله. يعني حاله احتقار. هي دي في الحقيقه فكره هذا البرنامج انها تحاول تعمل حراك في هذا الملف. فبنستهدف في هذا البرنامج كل العاملين في المكاتب الاماميه اللي بيتعاملوا مع الجمهور بشكل مباشر. وده برنامج منتج تدريبه بتبقى حوالي 45 يوم وبيبقى فيها 10 ايام ثانيه اضافيه بعديها. وده بيتم في حاجه بالتنسيق بين الاكاديميه الوطنيه ووزاره الاتصالات. ده برنامج مهم جدا جدا هدفه في الاخر ان احنا نحاول نعمل كوادر صف اول وثاني وعاشر في المكاتب بتتعامل مع الجمهور عشان نحاول نحسن نمره واحد ممكن اادي الخدمه بشكل افضل اسرع، ممكن اوفر وقت المواطن، ممكن اوفر له تكلفته، ممكن اوفر الكلام. طبعا ده بياتي ايضا مع الميكنه والتحول التكنولوجي اللي بيحصل في ملفات التحول الرقمي. ده في الحقيقه بيحصل نقله نوعيه كبيره في الجهاز الاداري للدوله. تمام. طيب احنا سيادتك احنا النهارده بنتكلم عن جهاز اداري عندنا يتجاوز 6 مليون موظف. هل هقدر اجربهم كلهم؟ مش بالضروره. لكن انا النهارده بقول رساله ان انا بحاول اتحرك. يمكن البرنامج ده بدا في المرحله الاولى كان في القاهره والجيزه واسكندريه وبورسعيد. اتدرب حوالي 2400 موظف كلهم شغالين في مكاتب اماميه. مش هو عدد كبير قوي لكن لا خبره ممكن اللي هياخد التدريب هينقل الخبره دي للاخرين. يعني في مرحله ثانيه النهارده فيها 9 محافظات وبنجهز لمرحله ثالثه فيها تقريبا 7 محافظات فانت بتتكلم في حوالي 20 محافظه. يبقى برضه بقدر الامكان بتحاولوا تحطي رؤوس اللي بيبقوا داخل المحافظات هل بيتم الانتقال ليهم للتدريب؟ نعم. ولا نعم. بيجوا نعم. المقر ينتقل يعني الانتقال في الغالب بيتم. تمام. فده في الحقيقه برنامج مهم جدا جدا بياتي في اطار ان انا عايز احسن شكل الجهاز الاداري للدوله، عايز اخلي الموظف نفسه يبقى مدرك وواعي بالتحديات اللي بتواجه الدوله المصريه، عايز المواطن يبقى اضافه للجهاز الاداري للدوله وبالتالي الدوله المصريه، عايز احسن خدمه للمواطن. وده في الحقيقه بيتفق مع رؤيه مصر 2030. صحيح. رؤيه مصر 2030 قالت لي ايه؟ انا عايز اوصل لجهاز اداري كفء وفعال،
يقدم خدمات للمواطن بسيطة وسريعة وسهلة ومأمنة وبتكلفة بسيطة. تمام. ففي هذا الإطار أعتقد هذا البرنامج بيؤدي دور مهم جدا جدا، وخطوة على الطريق في الحقيقة أعتقد بتتوسع الأكاديمية الإلكترونية في أنشطتها بما يلبي احتياجات المجتمع من وقت للتاني. هتكلم عن الأعداد المستهدفة والتوسع في البرنامج المسؤول الحكومي، لكن خلونا نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. سعيد جدا بوجودي اليوم. مشاهدي الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة تانية وما زلنا مع البرنامج الرئاسي لتأهيل أو برنامج المسؤول الحكومي المحترف. احنا عايزين أعداد قد إيه؟ يعني احنا هي حاجة أول مجموعة كان اللي كانت مغطية القاهرة والجيزة والعليوبية القاهرة والجيزة واسكندرية وبورسعيد، خرج منها 2400 واحد. 2400 والدفع المجموعه الثانيه كانت 2400، فبنتكلم في تقريبا لحد دلوقتي ثلاث دفعات حوالي. طب يعني هل احنا مستمرين في هذا يعني في طبعا بيستهدف تدريب 11000 واحد بنفس المواصفات اللي قلناها، كلهم يكونوا شغالين في المكاتب الاماميه اللي بتتعامل مع المواطن بشكل مباشر عشان نحاول برضو نحسن الخدمه المقدمه، وفي نفس الوقت نغير الصوره الذهنيه الموجوده عند المواطن
عن الجهاز الدولي للدولة. هايل، ده حاجة كويسة جدا. طب خليني أتكلم بقى شوية عن يعني إزاي إن دلوقتي أكيد يعني كثير من الموظفين داخل الدولة بيسمعونا، هل ده متاح إن هو اللي يروح ويلتحق ويقدم ولا بيبقى تبع جهة العمل؟ لا طبعا بيلتحق، يعني برنامج أي برنامج من دول اللي بيلتحق بيه ويستوفي الشروط وبيتم قبوله بياخد تفرغ من جهه عمله تماما وبيتفرغ للبرنامج. يعني ممكن التقدم بشكل فردي، لا مش لازم ان الجهه هي اللي ترشح. طبعا بيبقى اللينك مفتوح بتاع الاكاديميه، بيتم التسجيل عليه وبيبدا تاخد فيه جرائد بشكل سريع، وبيكون ردود والاستجابه عاليه جدا جدا. في عزبت حضرتك في تيم محترم جدا جدا في الاكاديميه، معظمهم اولادنا متخرجين من البرنامج الرئاسي ومؤهلين جدا لاداء هذا الدور، وبيكونوا سعداء جدا جدا في خدمه زملائهم، وبيكونوا حريصين جدا على نقل كل الخبرات اللي عندهم للاخرين. فالفريق ده بيشتغل بشكل فيه يعني ود ومحبه ومقتنعين جدا بدورهم، وبالتالي بيقدم الموضوع ده بشكل كويس جدا جدا. هايل، وبس مجرد ما يقدم هيلاقي استجابه من فريق الاكاديميه وتواصل بشكل فعال جدا، وكل شيء متنظم بمواعيده، بيختار قبلها بوقت كافي اذا كان في مقابلات في اختبارات، بيجتاز المراحل بيتم قبوله وبيتفرغ بقى للتدريب. هنتكلم عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، واللي هو طبعا يعني محور الاهتمام البي ال بي، واللي خرج الحقيقة شباب احنا بنشوفهم النهاردة في المؤتمرات وفي المنتديات وفي داخل بقى المواقع الحكومية. بس نخرج الفصل نرجع لحضراتكم. العالم بيتغير بفكرة، والفكرة عايزة اللي يؤمن بيها ويحتضنها ويوفر لها الإمكانيات، وده كان الهدف من مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان عام 2016 عام الشباب، وتزامن مع مبادرة سيادته إطلاق الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. الأكاديمية الوطنية أعدت الكوادر اللي التحقت بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب البرنامج الرئاسي اطلقوا فكرة المؤتمرات الوطنية للشباب، المبادرة اللي شجعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمر بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة ليها، وحرص على حضورها كلها بنفسه. ولأن طموح الشباب ملوش سقف، فالشباب اقترح توسيع وتعميم التجربة لمشاركة كل شباب العالم، ومن هنا جت فكرة منتدى شباب العالم اللي انعقد للمرة الأولى في شرم الشيخ، ومرة تانية حضر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون على رأس مستقبلي شباب العالم وقادته وممثلي الحكومات لمشاهدة اللي أبهرت العالم، وأثبتت نجاح مبادرة سيادة الرئيس ورهانه على شباب مصر لما تتوفر لهم القنوات الشرعية والإمكانيات. منتدى شباب العالم تطور وتحول إلى مؤسسة تعمل على مدار العام وتتبنى أفكار الشباب وبتعمل معاهم على أرض الواقع من أجل تنفيذها. ومن ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المستمرة على مدار العام، ملتقى الشباب العربي والأفريقي في أسوان مارس 2019. كان ملتقى الشباب العربي والأفريقي مثال ناجح لتكامل الخبرات وحوار الثقافات. انعقد الملتقى في أسوان 2019 بالتزامن مع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وكان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تعهد أمام قادة الدول الأفريقية بالعمل على ترسيخ الوحدة الأفريقية وفتح الطريق أمام الشباب الأفريقي للانطلاق والإبداع لينال فرصته الكاملة لمواكبة شباب العالم. تكليف الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لوضع آليات تنفيذية لتدريب الشباب العربي والإفريقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الإفريقي على القيادة. وهو الوعد اللي تحقق بانضمام أول دفعة من الشباب الأفريقي للدراسة والتدريب بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة. وبناء على توجيهات سيادته تم اختيار 100 متقدم من 29 دولة في مارس 2019، وانطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وتمت الدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب على كورسات مكثفة وورش عمل في مجالات مختلفة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، كما استفاد الشباب الأفريقي من خبرات الشباب المصري اللي سبقوهم في التجربة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. ودكتور محمد، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة البي ال بي، وده اللي بدأ
اللي الناس كلها يمكن والاكثر شيوعا واللي خلى عندنا النهارده احنا بقينا نتكلم في نواب محافظين من هذا البرنامج. خلينا بقى نبدا واحده واحده علشان برضو اي شاب دلوقتي هيسمعني وحاسس ان هو ممكن يبقى موجود معايير القبول. هو سيادتك اسمح لي قبل معايير القبول يعني اقول طبعا ده كان اهم برنامج ظهر في الاول وده بدا من 2015 قبل حتى نشاه الاكاديميه الوطنيه ومن خلال رئاسه الجمهوريه. والبرنامج ده في الحقيقه بيستمر في التدريب لمده 8 شهور. تمام. بشيء بتفرغ كامل من الشباب فبيبقى التدريب عنده فرصه ان هو بيتفرم بيتحط في فعلا في يعني مفرمه بياخد سكيلز كتيره جدا 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 بيتدرب على مجالات جديده كلها بالنسبه له فبيبقى فرصه كبيره جدا ان فعلا نعمل نقله نوعيه كبيره في الشباب بتاعنا. ادخل البرنامج ازاي النهارده؟ احنا النهارده بنجهز للدفعه الرابعه للبرنامج الرئاسي البي ال بي. تمام. بنطلع ببساطه فيه لينك على موقع الاكاديميه الوطنيه وكلنا تابعنا الاختبارات الحقيقه بالزبط. من خلال وسائل الاعلام والشخصيات الحقيقه القويه جدا اللي تمام. كانت موجوده بالظبط. طب اقدم ازاي؟ نمره واحد ان يكون سني ما يزيدش عن 30 سنه عشان اقدم في البرنامج الرئاسي من 20 ل 30. تمام. ده نمره واحد. نمره اثنين يفضل بمؤهل عالي. ويكون حسن السير والسلوك ما بيش عنده مخالفات عنده قضايا عنده حاجات زي كده. وفي الاخر بقى لو عنده بقى قصه نجاح كبيره لو عنده انجازات رياضيه انجازات ثقافيه لو عمل اي مشروع قومي اي مبادره كل ما يكون الشباب عنده مقومات زي كده كل ما طبعا ده بيبقى فرصه كبيره جدا بتدي للشباب ميزه نسبيه كبيره في المفضله والاختيار. تمام. طبعا بعد كله بيبقى في مقابله شخصيه مقابله شخصيه برضو بتبقى تقييم شامل للشخصيه اللي بيقدر يجتاز المقابله الشخصيه بيبقى اكسبتد خلاص كده في البرنامج. فده برنامج في الحقيقه هو البرنامج الاساسي المهم جدا واللي خرج منه كل دفعه في الحقيقه بتاخد بايدين الدفعه اللي قبليها. ولكن تخيل سيادتك ان منتدى شباب العالم الاخير كان بينظمه بالكامل من اوله لاخره الشباب البي ال بي. صحيح. وانا اسف يعني الشباب في منتهى الحرفيه والاحترافيه ما بتفرقش معايا ان بيأدي دور ايه صح واخده بال سيادتك امام الكاميرات خلف الكاميرات ولا في لا هم مش متشافين خالص هم في النهايه المنتج نعم النهائي نعم هو الشباب محترم جدا بجد كل واحد فيهم واخد المشروع او بيساهم في تنظيم عمل معين زي منتدى او مؤتمرات شباب بيعتبر ان ده حاجه شخصيه بالنسبه له هو كانه بالظبط بزنس خاص بيه. فيبقى حريصين جدا جدا الشباب انه يظهر العمل اللي بيتم بافضل صوره ممكنه لما بيبقى فيه منتدى شباب عالم وفيه شخصيات مختلفة وشخصيات عامة كتير وشباب من جنسيات كتيرة بتشوف حالة الود وحالة التعامل وحالة الحرفية عالية جدا اللي بتحل بقى الشباب في التعامل مع هذه الأحداث. وبالتالي في الحقيقة احنا نجحنا فعلا يبقى عندنا مفرخة حقيقية عندنا النهاردة مخزون قومي حقيقي من الشباب يقدر يتولى المسؤولية. وزي ما قلنا دايما انا ممكن النهاردة اجيب جاي محافظ يشتغل سنتين ثلاثة أربعة هعتبره بتدرب بس بعد خمس ست سنوات اقدر اجيبه محافظ او وزير وانا مطمن جدا ان هو بقى عنده الخبره والنولج وخبرات عاليه جدا 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 صحيح. ومارس على ارض الواقع وقدر يتعلم ويستفيد. وده في حال بيحصل مع القيادات الموجوده حاليا دلوقتي ان الشباب ده اللي اتحط في اماكن قبل بلاء حسن مش لازم يكون 100% نجحوا لكن على الاقل النهارده لو نجح منهم 50 60 70% دي نقله نوعيه كبيره جدا للدوله ان فعلا بقى عندنا النهارده مخزون من الشباب يقدر يتقلد. احنا عندنا مشكله في زياده يعني الاعداد يعني لان الحقيقه انا شايفه ان كل ما نزود الاعداد كل ما احنا كدوله نبقى كسبانين. فهل عندنا مشكله في زياده اعداد المقبولين ولا زياده الاعداد؟ يمكن احنا الاكاديميه عامله يعني ماشيه على نفس السيستم مدرسة الإدارة الفرنسية لإنام وهي دي أشهر مدرسة في الإدارة في العالم. صحيح. اللي اتخرج منها معظم القادة العظماء حول العالم اتخرجوا من الإنام مدرسة الإدارة الفرنسية دي أعظم مدرسة في الإدارة على مستوى العالم. تمام. وعلى فكرة متخرج منها سيادة المستشار عادل منصور. صحيح. الإنام بتخرج سنوياً متوسط ما بيزيدش عن 100 خريج في السنة الكاملة. هو حضرتك تقصد العدد مقابل الجودة أو بالظبط يعني هو الإنام يهتم قوي قوي بالجودة. بالظبط. تمام. فاحنا هنا بنحاول نطوع الاناء بما يتفق مع احتياجاتنا المصريه فاحنا فتحنا الدنيا شويه لما اتكلم عن بي اللي بي النهارده يبقى الدفعه الرابعه يبقى حوالي 2000 واحد لما اتكلم عن مسؤول محترف بنتكلم في 6000 متبادل لما نتكلم عن الدفعه الثالثه في البرنامج الرئاسي التنفيذي فاحنا بالعكس احنا بنحاول ننوع في البرامج عشان نحاول نلبي الجزئيه دي وعشان نحاول بقدر الامكان نضيق الجاب الموجوده ويبقى عندي فعلا رصيد استراتيجي موجود في كل مؤسساتنا وفي كل الاجهزه. يعني
يعني حضرتك تخيلي في الشباب اتدرب في الاكاديميه الوطنيه من معظم الاجهزه والهيئات القضائيه. صحيح. ومعظم المقبلين في الهيئات القضائيه قبل ما يتقبلوا بشكل نهائي بيتدربوا في الاكاديميه الوطنيه وبيقيموا. تمام. الممثلين التجاريين في الخارج بيتدربوا في الاكاديميه الوطنيه. تمام. الملحنين التجاريين، الدعاه. فانت برضه وسعنا الدايره. بالظبط، انت وسعت الدايره عشان تحاولي تحققي جزء كبير من طموح الشباب، وتحاول في نفس الوقت تقدمي رصيد استراتيجي في كل قطاعات الدولة عشان تحاولي تعجلي في توفير رصيد من الشباب قادة للمستقبل إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد صالح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب وعميد مركز التدريب بأكاديمية السادات. بشكر حضرتك، شرفتني ووقتني وشرفتني النهارده يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، الشباب بيمثل حوالي 60% من التعداد السكاني لمصر، يعني الدولة المصرية بتعول عليهم في كثير من الخطط وخاصة خطط التنمية الحديثة، تمكين الشباب من المناصب القيادية. ده كان حلم موجود عندنا ربما كنا بنتحدث فيه على استحياء، لكن النهاردة بنتحدث عن تمكين الشباب واللي حصل فعلا بمنتهى القوة، وده كان ناتج من البداية من الحقيقة رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن يكون لدينا صف ثاني وثالث ورابع تستطيع مصر من خلاله اختيار الأفضل اللي يقود هذه البلاد نحو التنمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. أشكر حضراتكم جدا، بكرة إن شاء الله أسرة جديدة وحلقة جديدة من ملفات. شكرا لكم.